سلابة ومرحبا بكم بس الكل في فيديو جديد بإذن الله. فبت الله الفيديو هذا يا سيدي بن سيدي نصور فيه السبعة متاع الصباح. كل مواطن العادي اللي قاعد في دارهم علاش صور فيه السبعة متاع الصباح؟ لأنه العبد لله يخدم فهمتي ولا وطار علي النوم. وبما أنه أنا كنت نفحص فبت الله في اليوتيوب لقيت عندي برشا ما هبطش فيديو، قلت طيب برا خلنا منها وكنلعبوا فهمتي ولا، ومنها نهبطوا فيديو وكان نضحكوا شوية ونحكيوا شوية ان شاء الله على الفيديوهات ان شاء الله اللي جاية شنو باش نعمل فهمت الله. واكم معانا فهمت الله لين يجيكم النوم فهمتني، نجيني انا النوم فهمتني. كالعادة باش نلعبوا خويا اللعبة اللي انا نعشقها على الاخر اللي هي اللعبة هذية PS 2019 ان شاء الله باش تهبط 2020 في سبتمبر، يعني اياماتها الاخرانيه اللعبه ذي فهمت الله. وانا نستنى بعد لكم شويه الخيط خطر خارج من اليونيتي والله ماذا بين القعبات تفهم شويه في حتى في الفيفا، معني مش حتى في البرو، حتى عبيت تبع فيفا ولا حاجه ماذا بي نلقشكم بعد ما قمنا بشوية اصلاحات بشوية تصليحات ساعة بركولي على الكاسكة الجديدة فهمت ولا عمك ماروفن فهمت ولا نفس الكاسكة اللي عنده اللي هي مساي دي اس 502 عمك ماروفن يرحم ويديه عطانا الكاسك، مش عطانا الكاسكة متاعه عطانا اسم الكاسكة متاعه. انا قلت نتبع مروان ما هو جايب عليها الميل كاسكه نتاعو، قلت باس كاليتي تحفون واحد ودي ما يحكي عليها خلينا ناخذ نفس الكاسك. هاي صباح مساعدتني وما يسر قويه برجولي واحد بدا يسب ويلقى يلقى واحد من العائله وراه فيقش بي برجولي. انا نحب نعمل فيديو ما منعرفش كيفاش باش نعمل فيديو، ما نعرفش شنو باش نعمل في الفيديو، وهذه حاجه خايبه. الواحد مثلا مازال كيبدا كيفي انا حاجة خايبة على الاخر ما يعرفش كيفاش باش يعمل الحاجة اللي يحب يعملها، معناها خاطر مازال كيبدا فيها. حاسيلو هانا اخويا عاونوني انتوما كان حاجة معناها تشوفوا حاجة تنجم تتصلح مثلا في انا ولا في الشيء اللي نعمل فيه فهمتني، تكتبولي فهمتني راهو ياك هذا سي فلان راه ما عجبتنيش راهو ماذا بينا تبدل لنا راهو نحبو هكا نحبو هكا. وانا شنو الغلطة اللي عملتها اللي نهبط حاجات وما نحكي معناها ما نعملش بريزونتاسيون مثلا ولا نفرض روحي على الفيديو، نخلي فيديو مثلا نركب ولا نحط ونقد ونخلي مثلا تضحك مثلا العباد على اللقطة ولا تضحك على الواحد فهمتني. مي انا هكاك نحكي وك بحضوري في الفيديو فهمتني ماش منحسي روحي مش قاعد بيه مش علينا في الكلام، هو الكلام بلاش فلوس مشيو للعب به. بالنسبه للبرو يعني يمكن هبط فيديو عندي شهرين اخر مره ولا حاسيل انا ولات عندي تشكيله محترمه جدا وبدلت شويه في الفورماسيون بتاعي للعباد اللي تفرج في الفيديو الاول، نعرف لي مش برشا ما عنديش كوميونيتي كبيره، حاسيل الكعبتين اللي تفرجوا انا تشكيله تو محترمه برشا ساعه حكيت لي مش محترم اخرج الجموع البايسون تفرجوا شوية تابعوني فاش قاعد نعمل به. كل مكان طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم المتوقع أن تكون كبيرة وكبيرة جدا، أيضا في ظل هذا الطقس الجميل والرائع اللي تلعب فيه مباراة كرة قدم نتوقع أن تكون رائعة جدا هذا اليوم. السماء صافية، الجماهير تملأ المدرجات، الأغاني لها زيج، الروح العالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. ننتظر وياكم مباراة كبيرة. الكورفا سود تتواجد اليوم من أجل ميلان في ملعب سان سيرو. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو.
الله على الكرة جميلة. لمسة بينية عرضية دبير جول للميلان، نجح في الوصول إليها برأسه. كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. الثلاثي هذا ولا الرباعي، يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. محاولة من جهة اليسار، قد تكون هذه فرصته. رود خوليد، تصدي رائع جدا من الحارس. ابداع كارب. كريستيانو رونالدو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، وتسديدة من أوباميانغ والكرة في الشباك. جول. شوف الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين. التعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما. كريستيانو، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. ديكونيكت ديكونيكت ديكونيكت، ما تعرفش معناه ديكونيكت؟ معناه سكر الجيم، معناه دعا الشر. سامحني صاحبي الغلط. كل مكان اليوم اجواء مثالية جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كرة قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العالية الكبيرة اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقية على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكرة قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليلة الكبيرة. الكور فاسود تتواجد بير أوباميانغ. الحارس مرة أخرى ينقذ فريق القدم بعد ذلك. تمريرة بينية. بير في الشباك. لم يكن عندها الفرصة ليفوت. حبي رجع للجارديان يعطيه لي خرج بعمل تخريج. أصبحت النتيجة كرة بينية. تحفيزة. الفكرة كانت جميلة ولكن التنفيذ كان سيء. انا ربح. انتهت المباراة. يمكن اعتبار هذا نصر الكبيرة في مباراة اليوم، وان يجعلونا نستمتع بكرة قدم. ملعب سان سيرو، الاحمر والاسود، الميلان، التاريخ، المدرجات، اشياء كثيرة غير عادية. لم يفوتك الكثير اذا بدات ليونيل ميسي وكوره جول. مشكله زي ما فيهاش حل. شوف شوفك تساهل في الضغط عليه، يستحق العقاب منه. اكل جدا بتاع بومايان. المباراه تبدا ب 1-0. الهدف المنيب دايفيد سيلفا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يرسل هدف كريستيانو. الكرة داخل الشباك، تسديدة رائعة والكرة في الهواء، مهارة غير عادية. أنا قلت لكم بالإعادة. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. جواو ميراندا، إريكسن، كرة طولية في المساحة الخالية. ميسي يلعب، كوفيسا يلعبها في المرمى. جول. انتهى كل شيء بهذا الهدف. انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. كرة في اتجاه المرمى. جول.
بكل سهوله واريحيه في هذه المباراه، انتهى كل شيء، اصبحنا نشاهد مباراه في اتجاه واحد. نجح في الوصول اليها بالنهايه المباراه، اداء رائع جدا، جمهور كان متحمس، نهايه منطقيه بعد مباراه كبيره. يا الهي يا الله على هذه المباراه، ربحوا عودة بقوة اخويا. على بعض اللي بعده. توقعتكم بكل خير قبل مواجهة مرتقبة ومنتظرة هذا اليوم. كل شيء جاهز لأداء كبير، لمباراة كبيرة، أن نشاهد أداء ممتع من الفريقين. كامب نو، مسرح برشلونة التاريخي، الكل هذا اليوم يقف خلف النادي الكتالوني، الصورة المعتادة اللي نشاهدها باستمرار دائما في هذا المكان. وتنطلق المباراة بالفعل. فرانشيسكو توتي، كرة طويلة إلى الأمام، بنيامين ميندي مع يوهان كرويف، تصدي رائع جدا من الحارس. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. لما فكر عليه اللاعب فرانشيسكو توتي، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. باولو مالديني يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. لا رابيجان، كريستيانو رونالدو، أوباميانغ، كرة ملعوبة إلى كريستيانو رونالدو، ستيفن جيرارد، جول للميلان. حاولت تذك علي تعمل إشكال بشكل رائع في موقف واحد على واحد. لمسة بينية، مرت الكرة في تسديدة من أوباميانغ، هدف عالمي بالفعل، هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع في مواجهة من هذا النوع. كان تعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. رونالدو يحاول تمريرها من بين المدافعين، ليونيل ميسي، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. خسر ماتش بركة، خسر ماتش الثاني، خسر ماتش بركة من بدا يلعب. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. خسر ماتش الثاني يلعب مع سيزين جيمين. ميلان يحصل، أوه انفراد بالحارس. طيبتك يعني اليوم اللايف. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. ميلان قرر التغيير بين الشوطين، ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ سيزين، هل سينجح سيزين؟ ماركينوس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يحاول أن يلعب كرة بينية. بيير أوباميانغ لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يستعيد الكرة سريعا، الكرة العرضية، كريستيانو تلعب الكرة جميلة، جول. نابل يد حيلة، ما نجم يعمل شيء. سيطرة تامة يا معلم، يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا حتى لا يمكن له ان يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما. أيه. فرانشيسكو توتي، عرفت تفلت لما تلقاها منه، تلقى الجارديان يعاون، تلقى الديفونس راكح، تلقى زيكو، مرت الكرة بينية إلى زيكو، زيكو وكرة في اتجاه المرمى، جول. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. يستمر اللعب ثانية، ولكن من الواضح أنهم لم يستسلموا بعد.
خل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. ميسي طلع في البلوك معك مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعب كرة بينية طويلة، دافيد سيلفا إلى خارج المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. مارك يربع يا معلم، شنو هي أداء مخيب؟ ضرب بيسا، دافيد سيلفا يحاول أن يلعب كرة بيني يلعب كرة اربط بسهم. اللعبة اللي اسمها اربط بسهم، معناها هدف. تحط كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. ماشي الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. شوف الحالة، شوف اللعبة، شوف مركز أربع بونت في لحظة في ليه كي ماركي لي بونت. طيب نجم الريبورتي هذا ولا شنو حكيت؟ السيد هذا يهاكي يا جماعة، مش يهاكي معناها بطريقة متاع البرو. كيفاش إذا هو ربح الماتش دونك يكمل نورمال، معناها يوفى الماتش نورمال كلعب الكل. إذا هو وصل دقيقة 80 كما شفتوا توا 86 شو يولي يعمل؟ نعرفش عنده معفسة ولا كيفاش، يقص الماتش، يقص الماتش خاطر فما الطريق قصة من قصة. مثلا تنجم كي تخرج الجيم مثلا تعمل ارتفكات ولا نعرفش تخرج الجيم يتقيد عليك اللي انت خسرت، معناها انسحب كما نقولوا نحن. هو شو يعمل؟ نعرفش كيفاش الطريقة بتاع الشيت هذايا، يخرج من الجيم وعبارة معناها مشكلة من السيرفر، معناها هذيك هي عبارة مشكلة من السيرفر، مي هو اللي عملها الفاز. هاكا ما يتقيدلوش كي يخسر، عبارة ما لعبش الماتش الجيم طبعا. وين هاكا نكلت على سعد هذيك بعد ما يتقيدليش حتى فضح. هذه حاجة خايبة على الاخر، تقلق مش حتى خايبة. حقا يا جماعة كنت باش نحكي لكم على حكاية معناها في ال نحب نعملها في المستقبل، اللي هي معناها نحب تعطيكم تعطيوني رايكم معناها فيها، اللي هي نعمل مثلا نشد الاستوار متاع جيم، مثلا اي جيم فيها استوار معينة تعرفونها تبدا هكا، كيما مثلا توا عندي مثلا لعبة في مخي نحب نلعبها، نشدو كمثلا الاستوار هذيك ونلعبوها، مثلا نعملو معها حلقات، مثلا حلقة الاولى حلقة ثانية، ونحاولوا ما نقصوش منها برشا، معناها نحاول نلعبوها كاملة. أنا كل فيلم هبوا مثلا فيها حلقة 2 3 4 5 6 7 8 مثلا، هبطوا مثلا مرة في الثلاثة أيام، مرة في الجمعة مثلا نشدوا لعبة متاع استوار. المشكلة الوحيدة اللي نخمم فيها اللي معناها كي باش تكون الحلقة طويلة مثلا فيها 40 دقيقة ولا 50 دقيقة ولا ساعة تكون مقلقة، فهمتني؟ مي أنا كي كنت نتفرج في اليوتيوبرز قبل، يوتيوبر توينسا اللي هو كانوا يعملوها الفازة دي، وكانوا يعملوها مثلا دي لايف لايف ستريم ولا شد استوار، حتى تاو يعملوها شد مثلا استوار لعبة كي تعرفون اساسن كريد ولا اللي هو، يعملها مثلا يقعد يلعب فيها شهر جمعتين ثلاثة جمعات اللي هو لين يكملها. انا نحب نعملها كيكة، نحب نقعد نلعب مثلا خاطر ما عنديش كونيكسيون تخليني نستريمي، فهمت؟ كان جيت نجم نستريمي خليني نستريميها، واحد تكون فيها جو اكثر ونبدا نحكي مع الشات ولا نبدا
هيك حاسي كان عجبتكم الفازة مثلا اكتبوا لي مثلا شنو تحبوا تلعبوا خاطر اول لعبة بس لانسيها انا معناها باش نعطيها نفرضها انا اذا نجحت يعني ان شاء الله تنجح تعودوا مثلا تلانسي ولي تقولي لي ما تحبوا اللعبة هذي نحبوا اللعبة هذي كان نحبوا اللعبة هذي وانا ما مش نقول ليه معناها ماذا بي توا صحيح مازلنا قداش توا 600 ابوني طبعا معناها نومرو ما كنتش نحلم به اول ما بديت مثلا اول ما عملت كرييت شين يوتيوب ما كنتش مثلا نحلم 600 ابوني سي بون توا 600 يعطيكم الصحه الناس الكل اللي حطيتوا اللي عاونتوني بالبارتاج ولا باللايك ولا باللي هو واللي تكتبوا لي سيزين 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 يعطيكم الصحه الناس الكل والستريمر في التويتش زاد عملوا لي بوب سوى بلوكسي سوى البح زاد سوى ماروفن خويا ذاك الاخ فهمتي الذي لم تلده امي فهمتني ماروفن زاد اللي نحب برجوليا نقول لكم مرسي بالرسمي الناس الكل خاطركم بالرسمي واقفين معايا والناس كل كومنتات كل باهي كل باهي حتى اللي باش يقول حاجه يقولها كي حاجه معناها بطريقه تحفون على خاطر تخليك معناها تقدم مش وقت حاسيلو وفما عباد لاحظت لي ما نقولش كلام زايد في الفيديو ما نحبش نقول كلام زايد على خاطر عباد تتفرج فيك سبحان الله مثلا واحد يحب يتفرج فيك مثلا بالشكي يعني هو بحدا عائلته ولا في بيت ولا في الصالة ولا يبي يتفرج فيك ما مثلا يبدأ مرتاح تخرج مش يستنى مثلا تخرج كلمة زايدة ولا يعني ذاك ايش نحب تقول لي هكي زينا اليوم واكتبوا لي شنو اللي جول تحبوا تلعبوه حقا تقولكم على الجول باش نلعبها اللي هي خريطة في الاخر باش نلعب سنايبر إليت فور سنايبر إليت فور اللي هي انا لعبت سيزون 2 سيزون 3 قعدت الكات هذه قعدت لي كل غصه ما لعبتهاش لما حلا جربتها شويه انا جو في الايامات اللي فاتوا حبيت نشوف مثلا قد لي بارامتر نتاعها اسك تلاقي ما تلاقيش شنو جا حاسيلو مريقله حاول نلعبوا الاستوار نتاعها ما تصورتش تشدنا اكثر من 6 حلقات ولا 7 فيديوهات اكيد كان يمكن في المعدل هذاك بقالي كمش اقول لكم باي باي نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين وان شاء الله نتقابلوا في سنايبر إليت 4 اللي هي بشتابت ان شاء الله مش بشتابت هي هبط عند عمي ان شاء الله بش نهبطها انا الايامات اللي جاي بيس لازم نحكي شوية بصوت الزين خطر ما يجيش اسم الشين في الزين جايمينج وانا نعمل نحكي ده يا سيدي يا ابن سيدي يا مرحوم السلامة فهمت ولا لا أنا سيدي العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس الجمهورية العربية التونسية تحية من السعودية وقل اعملوا سير الله عملكم ورسوله المؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.